تجربتي في برنامج رجوع بلا حدود كانت تجربة يعني حلوة وصعبة في نفس الوقت، صح انها متعبة في نفس الوقت بس كانت ممتعة. قبلت اشارك في برنامج نجوم بلا حدود لانه انا تعلمت في حياتي ان الفرص ما تتفوت، يعني في فرص تجيك حلوة لازم تستغلها، فالذكي هو اللي يستغلها واللي يستفيد منها اكثر. يعني أخذنا أشياء مرة حلوة، تحملنا كثير، 3 شهور كانت بالنسبة إنك تبعد عن أهلك وشعور مو بحلو بالفترة هذه الطويلة، بس بالنهاية إنه الواحد لازم يمر بتجارب في حياته والذكي اللي يكسب منها. راشد أنت بطل بالفيديوز، واضح إنه عندك عن جد خبرة بكل شيء، بالتصوير بالإديتينج. راشد مبدع فنان صراحة، يعني الفيديو اللي بيعمله من أول الحلقة لهلأ ما فيك تشيلي عينك عن الفيديو من أول ما يبلش لآخره. أول شيء بحط لايك، هذه أول شيء. أنا حط لايك. دايماً يعني الفيديو راشد معروفين في إبداع. راشد ما فينا نحكي شيء عن الفيديوز اللي بيقدمها لحد الآن، من كل الفيديوز اللي شفناهم بتخيل راشد الأفضل الفيديو تبعه. وفيديو زي ده ملهم جداً. لايك 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 لايك. من بين 13 مشترك ينزلون دنجر زون وانت ما تنزل، يعني هذا شعور مرة قوي، واكثر واحد اخذت المركز الاول واخذت على درجة، يعني هذه انا احسها هذه نجاح بحد ذاتها قبل انك تاخذ اللقب البرنامج. احلى تحدي وانبسطت فيه لانه ما سويت فيه شغل كثير واخذت اعلى سكور فيه هو كان اعادة التدوير، هذا مرة كنت مبسوط فيه لانه هذا الشيء يعني احسه قريب للفئة اللي انا جالس اسويها وكان سهل مرة لي وانا اسويه. انا ابغى هذه اللوحة. أصعب تحدي كان لي اللي هو فعل الخير، لأنه فعل الخير أنا أعتبر أنك أنت تسوي فعل الخير وتخلي الناس يشوفونه هذا رياء بحد ذاته. أحلى كومنت جاني من لجنة الحكم من يارا على فعل الخير، لما شافت الفيديو كانت يعني شفت وجهها أنه يعني خنقتها العبرة كذا. وش أقول يا راشد، وش أقول؟ أنا ما شو بدي أحكي، ما بعرف، يعني مبدع راشد. هيدا الفيديو أول شيء أثرني، ما كنت بدي أحكي وعلق يعني، بس لأنه حسيت شو بدي أقول، إنه حلو، حلو الفكرة، تأثرت كيف جمع الأولاد حواليه وعم بيعلمهم ويساعدوه ويمزحوا ويضحكوا، قد إيه الموسيقى بيشتغل عليها رهيب. شو بدي أحكي، لايك 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 لايك. هذا كان أحلى تعليق سمعته من يارا. التعليق اللي أثر فيني وزعلني صدق إنه تعليق وائل لما كان في موضوع الإدمان. جماليات تحفة طبعاً، الألوان لما ترمي أي ألوان في أي حتة طبعاً أكيد دي للعين حلوة، بس أنا فكرتي في إنه الفيديو إذا الناس شافته بعد كده on social media هل هيعرفوا إن دي رسالة للإدمان ولا لا؟ يعني هي الفكرة إنه الفيديو ده عايش بعد البرنامج، صح؟ لو حد شاف الفيديو كده لوحده هيفهمها، بس ده ما يمنعش انه الفيديو طبعا عبقري. الفيديو كان واضح مره، يعني فهذا التعليق اللي زعلني شوي. اللي بيستحق انه ياخذ البرنامج او بياخذ لقب نجوم بلا حدود، فلكل مجتهد نصيب، اللي بيشد حيله وبيجتهد بياخذ اللقب. مبسوط انه انا وصلت المرحله هذه ويعتبر انجاز مره، حققت اشياء في البرنامج ما حد حققها، انه اخذ 4 مرات الاول واخذت اعلى درجه في البرنامج، هذا شرف لي كبير انه وصلت هذه الدرجه، فانا الحمد لله يعني ابدا مو زعلان. و
واخيرا وصلنا للنهائيات بعد تعب دام 3 اشهر، كنا حاطين ببالنا نقطه معينه ووصلنا لها. فاليوم قررنا شوي نخفف من نفسنا، نخفف من التوتر اللي عشناه، وجايين نعمل هايكينج ونستمتع بالطبيعه. اول ما وصلنا كان ينتظرنا الجايد منصور اللي راح يساعدنا بالهايكينج اليوم. هاي ليديز اند جنتلمان، هاي. اول شيء مبروك انه وصلتوا للفاينل. شكرا. اليوم حسب ما خبرونا انه انتم عايزين ريلاكسيشن. يس. سو افضل مطرح للريلاكسيشن لحتى ترخوا اعصابكم هو نيتشر، طبيعه. فراح يكون في عندنا مثل تمشيه صغيره بالطبيعه تقريبا شي ساعه وشوي. هو الانسان اصلا لما بلش بالطبيعه، فمشان هيك لما يرجع يتناغم مع الطبيعة، بيرجع لجذوره، بحس حاله شوي هيك مرتاح، خضار، بيتنفس نفس نقي. الأخضر أصلاً، اللون الأخضر بالعلم، اللون الأخضر هو بيريح العيون. وحتى نحن بمجرد وجودنا بالطبيعة فهي شاكرة، القلب عم تنشحن باللون الأخضر، كثير حلو. مظبوط، 100%. وأنت حاجتك كشاعرة كمان، بعتقد أنه أنسب مطرح لحتى تجمع فيه أفكارك، بكون يطلع أفكار حلوين ونقيين، هو مطرح نقي مثل الطبيعة. كثير رواق. بتعمل يوغا عادة during hiking؟ يعني مثلا أنا مرة عاملة hiking وبنص الهايكينج عملنا جلسة يوغا meditation بعدين كملنا. مظبوط. هلا أنا ماني يوغي، ماني كثير بعمل يوغا، بس ايام بعمل يوغا. فلما نطلع هايكينج نوصل للتارجت تبعنا، الهدف تبعنا على اخر الجبل، خصوصا اذا كان الفيو تبعه على السانست، على غياب الشمس، هنيك بنعمل مثل سيشن يوغا صغيره لحتى نقدر هيدا الطبيعه اللي الله خلقها، ونقدر بنحنا وين موجودين، وتعمل مديتيشن وريلاكسيشن بهيدا المطرح. خيشة حلو. اوكي جايز، رح نبلش هلا، رح نبلش من هون التارجت. ليتس جو. يلا. أنا تعبت. أنا مرة واحدة عملت هايكينج، وبنهاية الهايكينج يعني ما قدرت أمشي بعد، أستارتو هيك يعني أتزحلق من التعب. فهاي ثاني مرة بحياتي أسوي هايكينج، وأتمنى يعني ما أتعب وأستمتع بوقتي. جنان لاحظت إنه التليفون بعده بإيدي، بدك تعرفي شغلة، نحن بالهايكينج بالطبيعة نجرب قد ما فينا نبعد عن الإلكترونيكس لحتى نخفف كل شيء بيعمل ستريس على الإنسان. فنجرب تدوب التليفون فوراً، نستمتع بالطبيعة. سنستمتع الآن. أويه بلينو، أويه بلينو. منصور كثير مهضوم وكله طاقة إيجابية، وكثير انبسطنا بالهايكينج معه. ما سمعنا منك ولا بيت شعر. هلا بين الشوكات رح اقول لك بيت شعر كثير غزلي. عن الشوكات؟ مع الشوكات، ايه. منصور برج الحوت، كثير مهضوم وحباب وكيوت. جنان صرنا بالفيات، رواق، ما في عندك ولا عذر لحتى ما تعطينا بيت شعر. حاضر. يلا سلام. من عيني هذه قبل هذه. قم بدعوتي لرقصة العصافير على الكمنجة في الصباح، فأنا أجيد الرقص كدرويش لا يرهق من الدوران، يهمس الهوى في أذني ثوري فأتوه بين يديك كالبيلسان. مع السلامة. نايس. إلى اللقاء بيلسان. نايس. أنا صرت معودة على أشعار جنان الحلوة وهيك بستوحي منهم، خصوصا هلا بالطبيعه طلعت بشعر مهضومه كثير. اوكي جايز، خلينا نرتاح هون. شنو ردي، ما بدك تقعد على اساس تعبان؟ لا والله هيك يعني تعبان، بس حلو الهايكينج ورياضه حلوه، راح احاول قدر الامكان انه اسويها. مع انه تعبت انت شوي، بس صراحه عملت منيح، يعني ما كثير وقفت وضليتك مكفله للاخير، which is very good. شكرا. الصبايا هون يعني نقول ما نقفتي، بس وصلوا على القليلة، وصلوا بالنهاية. ومثل ما أنتوا هلأ وصلتوا لآخر الطريق، وصلتوا للفاينل، فما لازم توقفوا. يعني إحنا لو وقفنا هلأ بنص الطريق ما كنا وصلنا لهي الديستنيشن الحلوة، ما كنا وصلنا لهدف تبعنا. فأنتوا هلأ بدكم ضلكم كافيين لآخر، تحاربوا بكل الأصوات اللي عندكم إياها لحتى بالنهاية حدا منكم يربح. شكراً. كثير كان اليوم حلو، شحننا طاقة إيجابية كثير. هلا صار الوقت لنرجع على أنتورك ولنعرف شو هن التحديات. يا
يوم جينا على أنتر كرمال نعرف آخر تحدي شو رح يكون، وشعور كتير غريب إنه عن جد هيدي آخر مرة بنسمع سيلين عم تخبرنا عن موضوع جديد. مرحبا. هاي. كيفكن؟ تمام. تمام. مبروك لتتتكن لأنه وصلتوا للنهائيات. بعد جهد جهيد وتعب. هلأ هالأسبوع يعني بتصور أنه مرتاحين، بس ما كتير نرتاح صح؟ أوكي. أنتوا أول ثلاثة يعني أقوى ثلاثة، فهذا الأسبوع بدي أشوف فيديوز عقد أكيد عقد القوة. جداً متأثر بنفس الوقت فرحان لأن خلاص وصلنا للنهاية ورح نسمع آخر تحدي ورح نشتغل آخر شغل. جنان، شو إحساسك إنه أنت مع إنه طلعت كذا مرة بدائرة الخطر أنت بالنهائيات؟ مبسوطة كتير. مبسوطة كتير. قديش هذا الأسبوع بدك تعملي مجهود حتى ترجعي للمستوى اللي كنت فيه من فترة وخربت شوي آخر فترة؟ قديش بقى نعمل مجهود؟ أكيد رح أعمل مجهود وحاول. أوكي، برافو. شكراً. نور الدين. يس. مبروك الصدارة. شكراً. للمرة الرابعة أو ثالثة. برافو. شكراً. هذا الانهيار تبع الأسبوع الماضي بقى نرجع نعيشه هذا الأسبوع؟ لا خلص. الانهيار كان لأن الحلقة كانت جداً مهمة إنه قبل الأخيرة وكنت كثير ستريسد. مزبوط. بس أخذت الريسك وأنت شجعتيني على الريسك وتبيد أوف. أوكي، برافو. سمر. شو يا سمر؟ خبريني. كثير مبسوطة. أول برنامج أكيد ما توقعت أنه أوصل لهون، بس عملت أفورت كبير وبالآخر أخذت اللي بيستاهله. برافو برافو. لا أنا فخورة فيكم ثلاثتكم، كل هالتعب اللي مرق بهالثلاث شهور والمجهود اللي عملتوه أخيراً هيك مثل ما بيقولوا it paid off، بيّن. يعني هلأ هذا آخر أسبوع، بس من بعده إن شاء الله تكونوا هيك عن جد يعني تنطلقوا بطريقة غير وتقووا حالكم أكثر وأكثر. حمسة لأعرف شو هو التحدي، بس ماني متوترة. خلص نحنا مريحين شوي، وصلنا للي بدنا، وهلأ نحنا عم نتنافس على مركز أول. جاهزين للتحدي تبع هذا الأسبوع؟ جاهزين. جاهزين. إن شاء الله ما يكون التحدي صعب حتى نقدر نعطي كل شيء عنا وما نكون كتير ستريسد هيدا الجمعة. شو ما كان تحدي احنا جاهزين، احنا افضل ثلاثة. So bring it on. التحدي تبع هذا الاسبوع هو شو بتتوقعوا انه يكون اول تحدي او ثاني تحدي؟ No idea. انا عندي توقع، اتوقع ان نعمل مثل مراجعة او ريفيجن للرايمات القديمة او الفيديوهات القديمة. منيحة هيدي ريفيو. حلوة. كانت حلوة. معقول هلأ نعطيكم إيه؟ يمكن يكون شيء بفائل، لأنه ما معقول نقلبها دراما آخر حلقة، لازم نخلي الناس تنبسط. طيب هلأ منشوف. لكن أول تحدي لهذا الأسبوع هو بعنوان تريبيوت أو تحية لحدا أنتم بتنقوه كتير مهم بحياتكم، شخص كتير بيعني لكم، فيكم بيكم، أمكم، خيكم، أختكم، حيلا حدا، وبتكون تعملوا فيديو أكيد كل واحد بالفئة تبعيته. الفيديوز أكيد رح يكونوا مؤثرين لأنه رح يكونوا نابعين من القلب، كل واحد عن الشخص اللي بيحب يوجه له ويهديه هذا الفيديو. واو كتير حلو هذا التحدي، هيدا لهلا أحلى تحدي عندي، وفكرت بكذا شخص وهيك عم اجرب بلبل الفكره براسي كرمال اعرف عن مين راح احكي. شيء حلو ايجابي، واشكرها لان راح تعطينا فرصه انه نهدي فيديو لشخص اثر علينا، وحلو انه نشوف للعالم مين الاشخاص اللي اثروا علينا وخلونا نوصل لهي المرحله. شو نور الدين؟ يعني حلو الموضوع، مؤثر جدا، اوريدي دا أفكر بيه أثر بيه يعني، بس أعتقد اللي حتكون الصعوبة إنه الكاتيجوري مالتنا كيف نسوي، لكن إن شاء الله خير. يعني الشخص اللي راح تنقوه هو شخص يمكن كمان بمحل معين أثر شوي على أنتم مين اليوم،
فبتصير أهون إنه تحكوا أو تهدوا الفيديو لهذا الشخص. حلو كتير ومؤثر هيك، فوراً دمعت. أول حدا خطر ببالي الكوتش ماهر شباني، أستاذي ومدربي بالتنمية البشرية وبتحليل الشخصية، اللي هو أكثر شخصية مؤثرة مريت بحياتي. حدا عنده أسئلة بالنسبة لأول تحدي؟ هل الرسالة تكون أكثر للشخص ولا أكثر على الموضوع اللي أثر فينا؟ أنت الفيديو عم تهديه تقريباً بطريقة معينة لهذا الشخص. الفكرة هي أنه بدك تنقي موضوع موفيز له صلة بطريقة معينة بهذا الشخص. من خلال هذا الريفيو بدنا نفهم أنه في شخص معين وراء هذا الشيء. في حدا بعد عنده شي سؤال؟ لا؟ طيب، تاني تحدي والموضوع تبعوله هو أول تحدي حسيتكم حبيتوه أثر فيكم لأنه عاطفي شوي وخصه كتير بتجربة شخصية يمكن مع كل واحد منكم. تاني تحدي أكيد هو رح يكون بقوية أنه أنتو فاينلست وأنه هيدا آخر حلقة. ما فكرت كتير شو ما أقول يكون التحدي، بس التحدي الأول يلي إجا على راسي هو أنه نعمل ريفيو عن تجربتنا بالبرنامج. أوف، أتمنى يطلع مثل ما أنا متوقع، ولأن عندي كثير أفكار. خلينا نشوف. فتاني تحدي والموضوع تبعوله هو بكرة أحلى. حلو كتير عنوان التحدي التاني، بيعطي هيك أمل تفاؤل، كتير حبيت. ما أحلى، حلو كتير طلع. لا، خاب التوقعات. فكرت شي مثل إعادة التدوير أو هيك، وقف قلبي. رسالة تفاؤل بنوصلها للعالم، للمشاهدين، لجمهوركم، للمتابعين تبعولكم، للجنة الحكام، لكل العالم، إنه الواحد يتفائل ببكرة، إنه اللي جاي أحلى من اللي مضى، مع إنه يمكن نحن عايشين بعالم ما ببين إنه هذا الشيء رح يصير للأسف، ولكن في محلات فينا نغير وفينا نعطي مسج تفاؤل، إن كان بالويلنس ولا بالشعر ولا بالموفيز. فاللي بدي اياكم تشتغلوا عليه هو رسالة تفاؤل، ما تكون تفاؤل برات الواقع. بدنا نفكر كيف معقول يكون بكرة أحلى، شو معقول نعمل تيصير بكرة أحلى. حلو، موضوع إيجابي. أتمنى راح نترك ابتسامة على وجوه الناس، نعطيهم شيء إيجابي، نعطيهم أمل ببكرة، ونكون قد هاي المسؤولية. الاثنين كتير حلوين، عاطفية ومؤثرة. خلينا نعمل ختمة البرنامج هيك، تترك طابع كتير كبير عند العالم من خلال فيديوز تبعولكم أكيد. فأنتوا هلأ حامين الشعلة وماشيين فيها بالنسبة لأول وتاني تحدي وبالنسبة لشو مطلوب منكم. بدها تكون ختامها مسك إن شاء الله من كل واحد منكم. شو أول شي بنعمله؟ ريسيرش. برافو، أخيراً هذا الدرس. آخر حلقة بس حفظته، برافو. هاي آخر مرة راح نعمل ريسيرش، آخر مرة راح نكتب سكريبت بالبرنامج. أتمنى أنه آخر فيديوهات كمان تكون مؤثرة ونترك انطباع حلو على الناس. أنا متأثر جداً إن هاي من آخر المرات اللي راح نشوف فيها سيلين، لكن هي هاي اللعبة وخلص وصلنا للنهاية. بوعد سيلين إنه هيدي الجمعة رح أقدم فيديوهين رح يكونوا أحلى فيديوهين عندي ياهن، ورح أعطي كل شي عندي لأنه هيدا آخر تشانس لإلي لفرجي مواهبي بهذا البرنامج. الموضوعين بجننوا كتير، في اكتب عنهم قصائد بتجنن. شكلي رح كون مرتاحة هيدا الأسبوع. بتمنى لكم توفيق هيدا الأسبوع، لأنه أنتوا عبرتوا على أنه أنتوا أحسن ثلاثة، فهلأ بدكم تفرجونا أحسن شيء عندكم أكيد بهذا الأسبوع. أكيد. أوكي؟ يس. يلا، let's roll. Yeah.